يا سلام، جود مورنينج جود مورنينج، يلا صباح الخير. كيف حالك؟ شو اسمك انت؟ همس. همس اسمك يجنن. وانت؟ تريب. تريب بعد. وانت؟ اسمي زايد. ما ادري والله ونعم. كيف حالك؟ شارج انت؟ هم المطار يحمل شارج. ايوه. يعرفون الفندق. سألوهم الفندق. يعني الحين الاوتلت اللي بيسيرون له، هل وين؟ كيف عرفوا طريقه؟ الفندق صح؟ يسألون الفندق وين في شيء فنان؟ صح؟ شيء تبون؟ يلا مع السلامة. يلا مع السلامة. اليوم نازل روح متأخر عمدا، على فكرة نازل متأخر، نازل متأخر الله يحفظكم، لأن ما أريد أرد الفندق من الجدول اليومي يعني. وأنا قلت لكم سلام عليكم صباح الخير اليوم ولا ما قلت؟ اليوم ما قلت أتوقع. تدرون درجة الحرارة اليوم واحد، اليوم ليش ما غير طريق؟ تعال شو بسوي اليوم؟ ولا أبوي اللي تعرفه خير من اللي ما تعرفه. الفلسفة الزايدة ساعات توديك إلى التهلكة. لا أبوي أقبض الطريق، هو ما شيء تهلكة إلا سوالف يعني. يا غير آنس أشرح الطريق هذا، صاير جدل بحيرة وتلف لفك العادية يعني. أتوقع أنه أخير وما بلازم أكمل ساعتين جري، تسدني ساعة. ما شاء الله على هالي خطف حين عدالي شنق بن عنق يعني هبنا غادي كممتني. إن شاء الله أني بخف اليوم. ها السقي ها شوف جاري من تبتدي تتيبس الأوراق هالنمو تبيض من السقيع هذا. يبتدي للسنوء حلب النمسة تويتني جميع الأشياء، التسجيلات فيديوهات من شباب ربعنا الله يحفظهم. النمسا مرة بيضة غادي، بيضة قالب أبيض ثلج كاملة، وحي يبتدى بعد من تطلع الشمس عندهم ساحة شوية ثلج ويرى الماء. هي والله فرحانين بشرك يا أبو محمد إنه ظهرت الشمس ويرى الماء. تنزيل شو حاد دنكم ياسين في نص القالب. يلا في مالله. السلام عليكم. الله حيكم. انزين انزين اقول لكم هالريال حينة اقول في خاطري هذا منو جاي من هناك؟ يوم شفت في ريحته هالدار حست الكاميرا، قلت في خاطري يمكن ما يبه تصوير يعني. شاورت قال لا والله عادي، نحن هاليتنا كلهم يطالعونه، قال بكبره هو يطالعني. هذا الله يسلمكم. ولد واحد من اعز اصدقائي غير ما كنت شفته. نحن نذكر الاول بو احمد بو احمد بو احمد بو احمد مرو. الحين كم عمرك؟ أنا الحين 40. بعد مرور 40 سنة شفته أحمد. أنا عاد صديق أبوه عبد الله اليزيد، أمه صديق ولد خالة محمد الخياط. فحياك يمثلون مثل اثنين من 50 سنة وهم ما تفارقوا عيال خالة. يا غير الصداقة اللي تربط بينهم ما ربطت ويا بين الأخو وأخوه يعني الله يحفظهم. فحين اول مره اشوف ولد محمد عبد الله اليزيري وما شاء الله عليه بعياله في الدنيا الله يحفظه. ما كاني ما تركت الفرصه ترمس. لا يا محمد بالعكس. كيف حالك؟ شو حالك؟ الله يحفظك ويسلمك. ويا ناسكم في نفس الفندق؟ ويا فريجك؟ اي نعم. ما شاء الله. الله يسلمك. شو الجو فنان؟ الجو رقم واحد، ما رياضه يوميا. ما شاء الله. كم تصير يوميا؟ تقريبا 20 كيلو ما شاء الله على فترتين. ايوه فتره الصبح وفتره المساء بعد نفس الشيء. زادت ما شاء الله عليك قادي سلق. لا انا بعد احنا قادي اسرط وايد اكل. لا بس تمشي ابو محمد يوم. لو امشي يا اخي، لو تمشي يا اخي غادي شرات البخار تكود 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 تكود. بس يوم تمشي تحرق ابو محمد. مهما تحرق. اي صدق. انا الحين تدري امس كم ماشي؟ ماشي كل تقريبا 27 كيلو. ما شاء الله عليك. لك ماشي فايده. بس الخبز والعيش هذا اللي شيء خيار عن الخبز. حتى راح المسك. خاصة يوم وقافي وياي انك يتخرفش. صدقك يا والله. محرق اطرافه يا سلام. يلا بتجري ولا بتكمل مشيته؟ والله عادي خذ راحتك. اوكي لا خليتهم كيف الحال. الله يحفظك. الله يحفظك حبيبي. مع السلامه. هذاك بيتفارق ويا ولدي يزير، هو صار من اكير بقى
وانا بي الطرف هذا. لكن خلاني اوجه. ها شوفوا البحيرة متجمدة. لا اله الا الله، لا اله الا الله. هالشيء ابو تحرها جامه مالك. اخذت الكوفي مالي اليوم الصبح يعني هنا في البيت في حجرتي. انزين الامريكان كوفي هذا اقول لكم ضاري اشربه قبل الرياضه. انزين يا غير الله يحفظكم. يوم وصلت هني ولاني مره عاده الامور متغلجه، واريد الله يعزكم اسير سمونه يا غير الدخول ببيزات. العام نفس الشيء حصل، لكن الله حيالي ريال منوعد بلا شيء طار رجيم. نسيت اسمه. شوف يوم اقول لكم انا نساي عيال شخصية هاي لازم ما تنسى، لكن رب العالمين سبحان الله انا من النوع اللي وايد انسى. جيت اتصلت والله حق ناخذ هلال في هلال في الشويهات، تخيلوا على اساس بس اذا تشيرني الرجال اسم الرجال اللي جيت لي. مبارك لي ابهوني الله يحفظه. جيت ويا واحد صنديد ما عرفته انا، لا عرفت مبارك لي ابهوني ولا عرفت اللي وياه. عاد هاك اتحراها امريكي انا، اقول دخيلك عطني بالله عليك بالانجليزي عاده 20 بي على اساس ادخل الحمام. مش هذا مبارك واظهر لي جنيه وعطاني اياه. شفت كيف فهم لي؟ وهاي الامريكان طلعوا من هالعين. وانا ادري بهن الله يعزكم الحمامات ما تدخل لهن الا كان بيزات. نادر تلقط حمام في الهايد بارك، الطرف هذاك وين جده البارك تاور، والحمامات اللي طرف البارك تاور شيء تدخل بهن بلاش. يا غير هذا عاد نيتك يسمونها المل هذه، وانت قرب هالمكان الدار الريال جارد الريال لانكستر. شو بتسوي غير تمتحن بعمرك؟ شلكم احتديت اني اخرد اخذ كوفي وانا شربت الكوفي ويت عاد حق هالمكان هذا تشوفون. بس بغيت اخبركم ان اللي عنده قوم بجنيه لا يعقهن في البيت يمسر بهن الطفاية ولا كوب في الفندق يخليهن، لا لازم جنيهات خلف مخباك. جنيهات وقوم ببنس لو ما لهن حاي وايد ضروبة تحتاج لهن لازمها ترهن 20 بي. يا سلام يا سلام، شو اقول لكم؟ الامور طيبه الامور طيبه. اقول لكم انا خاطف لفتت انتباهي وريقات هالشيره الله يحفظكم. منو بيعرف نوعي؟ ذكرتني باوراق شير شيء معروف يا غير نحن ما حد يعرفه. هل بالمدن ما يعرفونه، يعرفونه هل بالمزارع وهل بالنخيل، لكن بعد ما بأي نخيل. هل بالمزارع عندك مثلا في حتى ومزارع المنيعي ومزارع الخران الأول الخران. يا الله بالنعت في زراعة الشيء هذا. هذا على الله يحفظكم شرات ورقة الغليون. الغليون الأول يوم يصيروا يتنقونه جلبوها الورقة، يوم شافوها معرجة عرفوا أن هاي الدوخة حارة رقم واحد. وأخير مكان الأول ينتج فيه الغليون الخران. يحافظ على بخاخير اندارت في الخران مال الغليون. والله يا وقت مزارع كان في الخران، والغليون مال الخران الغليون اللي كان يزرع في منطقة الخران في رأس الخيمة. ما يوجد شراته غليون، حرام الأول يوم يدخلون البخاخير ينك تازم تعطس صبح ومساء 24 ساعة عطس من تأثير غليون الخران. هي والله ويجيكم ورق معرج هالنمونة والورقة روحها شرات لوسوم متي فيها، شرات لوسوم من حرورة الغليون من حرورته. ما بالحين هذا كأنك تدوخ هواء ولا لا بس إلا شعواط ريج وصهاوير. لا غليون الأول يضرب عليه راعي المدواخ تروح 50 يومين. هذا انا ما اشجع التدخين، انا حيدهم الاول على السنين الاوليه حين ما شيء عند الله. الاول هاك الهلب المداويخ والمدواخ الاول اللي دوخه ما بكل من هب ودب مدارج كل واحد نص متر بمدواخه. لا الاول المدواخ ما يدوخه دخون الاوليين
ويضربه وحده الصبح وضربه المساء، شفطتين لا غير، ما شيء غيرهن زيادة، ما شيء. هذا الأول دويخ المدواخ. هب الحين على كل نصخ يأخذون شفطة مدواخ على كل دقيقة، عمره والدوخة كل دقيقة عمره. الأول سنين الأولين اللي لحجنا عليهم من يعني أغلبية توفى الله يغفر لهم، ونحن بنلحقهم يعني، هذا طريق حق. يا غير ضربة المدواخ ضربتين، الصبح ضربة والمساء ضربة، غير ما شيء. الحين بخلينها مديل ودلع يعني، وهيلة بيس تشفيط ما يوجف، شفط وشفط شفط وشفط ليل بنهار. خير رمس بالله عليك كل يرمس عن هالموضوع، زي شو أسوي عادة؟ أي أبني بغيت أخبركم عنه وتذكرت وها قيسد معه، هذا بعد شيء فنان بعد فولك عليها. هي والله شيء أقولكم العرب لي من غير بيقول ها شو ياه يعني يحصل هالشيء شيء بيسوي، ها جيولوجي مزارع شو شغلته. باي باي برمستي. يلا مع السلامة. حليلها بعد هالبنية صورت ابو البادي وهي مرحبا مليون سلام عليك قاعد اصور تراني انا ابو محمد. كيف حالك؟ طيب كيف انت؟ طيب. الله يحفظك. ما شاء الله ما شاء الله مهتم. اقول لك انت من بونك يوميا متى اصلا؟ انا طالع عمرك تاريخ 25 نسي واليوم تمرنت امس ما تمرنت ليش؟ يوم شفتك تقليد مش غلط اذا نعم. تقلد حد وهو نعم. يسوي شيء صح صدق. لكن تتقلد حد يسوي شيء مبزين تقول والله فلان يسوي هالشيء وانا سويت رات ما يسوي فلان، هذاك لو يكون من يعني لا لا امس شمال عنده مني ما شاء الله عنده شد والله عليه. نعم والله اليوم سجعته اي والله الباحث ثلج ينزل وكمل تمريني. الله يسر امورك يحفظك يا ابو محمد. اسلم على منو بالله عليك؟ ياسر الخديجه. يبلغ يلا الله يحفظك حبيبي. سلم على الاهل. شو اسمك انت؟ هي والله ما زين الا اسمك. وانت؟ ابراهيم. بحس عالي. شو اسمك؟ ابراهيم. هي توك. هذا الله يحفظكم يوم يقول لك والله شلك في البحر وهواله وارزاق الله على السيف، شلك في البحر وهواله وارزاق الله. ابوي نسير ابوي جدا الغبيب ولا شيات رزقنا يينا ونحن ابوي على السيف نسير داخل في الغبيب اسكننا اسكن يا ابو هذا البش والبط والوز وهاي لاك ما يسمونهم بعد هارم ستن. قال ابوي لا فينا ابوي يسير على الغبيب ولا شيات العربيون والساير والياي العرب يعني بكل الجنسيات لا جارب حتى كل العرب يعني بما معناه يعني اللي وادم انت وتعطينا رزنا ونحن على السيف نسير ونتغبب لين اخر الدنيا على اساس اسميك ولا شيء بسيط ولا قريطيس ناكلها لا ابوي نجلس ابوي على السيف ولا اللواد متي وتعطينا حبات الريح وعاشين من هالكثر سنه يا ركن الله يلبش ويا ركن الله يربط هذا بعد ما يدرى. فاعتقد انا اللي قايل هالمقوله كان يوم من ايام الله كان جالس على هالكرسي وشاف البط والبش ويا اللي سات على السيف ويهم خير الله خيرات الله تيهن لين مكانها فقال هالمقولة اتوقع يعني يلا بس عاد عليك ما اكمل الحين كذي ها قلت هذا كمل ابوي لين اسير لين جدل هاي تبارك بتغدى بتريق ناس ريوق البارح عيبني البارح ريوق قوم ياسر من خديه واحمد بن خديه عزموني على فول و... وبيض ما ادري شو داخله هذاني جبن جنه ويازري وحليب كره بتريق وبرد ابوي نكس على مثل ثري هذا الطريق بقبضه كامل بعدني لين اسير الله يحفظكم سمنه فندقي هنا مكان والله جميل الحمد لله اليوم طرت الشمس شوية اعتدل الجو شوية امس عنبو يا متن مرحبا سهلة اربع انت خب خب العود ما شاء الله عليك ما شاء الله ما شاء الله ما يندرى بنو هذا مشقر يا دنيا شتي ياسمين كيف بعد اقولكم ما شاء الله ما شاء الله شو اقولكم الدنيا يقولون العرب لهم مطيحين 24 ساعة في لندن لبنان وصل بي المطاف الى هذه المنطقة منطقة
آخر عاد الركيض حيله، آخر الجري، وهذا وين وصلت مرة. الدالة الله يحفظهم، يحفظها سفارة الحبايب، هذه سفارة الحبايب مرة. هذا آخر مطاف على الجري، امنع عادة والمسار جدال بارك تاور. ايه امنع عادة، سبحان الله، انا دوم اصور هالمكان ودوم يعز علي هالمكان، ما شد خطبت الا صورته. شو السبب؟ السبب يعلى الله، يعلى الله يحفظكم، ان من ايام الطفولة دفاترنا عليهم صور حياة صباح السالم الصباح امير الكويت الله يغفر له. من هاك الوقت الى هالوقت وانا كل ما طاري دراسة وطاري علم ولا خبر وطاري الكويت لازم اذكر هالموضوع، ان دفاترنا وكتبنا وعلمنا وخبرنا اللي منهم كملوا الشباب الدراسة ووصلوا الى اعلى المراتب، اولا بفضل الله، ثانيا من فضل الكتب اللي درسوا منها هالامارات وهي جاي من هالكويت. يعني اللي ما يقر ولا يعترف بالفضل هذا ما يستاهل الفضل، ويتخلى على الفضلة. الإنسان اللي ما يذكر يتخلى على الفضلة، هنا ويتخطف حتى الفنيال عنه. أي إنسان ما يذكر فضل أي بلد وأي إنسان شد مدلك حتى لو قلاص ماء، حتى قلاص الماء لازم أنك تذكره وما تنساه، دبة الحياة. هذا عني أنا، فلذلك يعني ها نسبة لي أنا يعني، فلذلك دوم كل من يطاري هل الكويت وهلها وطاريهم أتومس كأن الشيء لنا نحن، نخذوا شيء ونحصلوا شيء ونستوى عندهم خير ولا شر ولا علم ولا خبر، حزنهم يحزننا وفرحهم يفرحنا، وأي شيء يبدهم بيبدنا. بلاد وحدة، يعني الله يحفظ الكويت وهلها ويحفظ بلاد المسلمين اجمعين يا رب العالمين. حالك؟ يا ربي كيف انت؟ الحمد لله. انت من دبي؟ انا من راس الخيم. راس الخيم والله. نعم. توني اطري راس الخيم هناك وانا على الطرف هذا. ايوه. لا طريت هي طريت الخران. خران؟ هي والله طريت، السبب اللي طريت الخران اسبه. أيوة. خطفت عدال شيره. نعم. ورقها شويه اقب عن ورقه الموز. أيوة. شرعت ورقه الموز الفراضي. تذكرت ورق الغليون اللي الاول ينزرع في الخران. ما شاء الله. والله طريت طرى علي. يبارك الخران. ها؟ ويبارك الخران. ايه والله خبرت العرب. نعم. شو اسمك انت شيخ؟ حسين العواني. والله والنعم والنعم. جاي تمشون؟ نعم. الله يسعدكم ان شاء الله. بابا. الله يفرحك اليوم. تريقتوا لو بعكم؟ لا والله مطريقين في المندق. يلا حلم داخل العافيه من رصكم. سلم حبيبي. شكرا حبيبي. لو بعدنا متواعدين ما جيتكم. ليش ما دقيتوا لي تليفون؟ ليش يعني؟ يا ربي منكم، ليش ما عزمتوني؟ ولا بتازم الضرات يا عدي يعني كل يوم كل يوم؟ انت عاد معروف عنك ما يبالي رمسه. هي الكرم؟ اكيد ما بزين. ولا ابو سعيد على الله يحافظه. اي نعم، واحد ما يصك الا واجف بارك الله. ان منني بمتوه هاي يلو بيجز ما يسمونها اللي راسه اصفر. تدري متى؟ من 15 سنة، وكل سنة يقول لي الحول، كل سنة تربيها نبوه، هاي ما بمتوه من 15 سنة، يوم عدى أمس استوى في الإمارات ممنوع حظر الطيور، خلاص ما حب ما شيء طيور، قال فالك طيب. ألف آدمي وطرش لك سلام. الله كل ما أمشي في الحديقة سلم على ياسر بخدية، سلم على ياسر بخدية. بس أقطع ما أكمل باجي؟ إن شاء الله. الله يحفظكم. هذا وين المطعم اللي توني تريكت عنده، واللي خطفك على طريق من البارك تاور جد السفارة الكويتية، وانت خاطف يوديك الهايد بارك. زين، هذا الشارع كل سنة وانا اخطف فيه سنة، يعني من لك 600 سنة اعرف ان هالشيرة معلومة. هذه الشيرة يسمونها الانجليز المستحية. ليش اسمها المستحية؟ هاي حين اشوفوها عبارة ما بمستحية. زين، ليش اسمها المستحية؟ تظهر بيدع كامل لين فوق، تشوفوا تنثر عقب أغصانها تنزل شرات الأوراق. الأوراق هاتازم غطي كل السيقان لشيرة، فتازم كتلة خضرة كاملة من قمتها لين تحت. في الشتاء يصير عنها المستحى، وفي القيض نية ربيع وهذا ترد على مستحاها الأولي.
يعني تغذي قبة خضرة كاملة. شوف سبحان الله شكلها غريب، فلذاك يسمونها مستحية. شراتها من الحرمة لي عقع على عمرها شيلة متلحفي يعني. سبحانك يا رب. بس بغيت أخبركم عن هالمعلومة. تقريباً 3 ساعات من سيارتي لليلتي، من أمر هذاك الوقت لين الحين تقريباً أظني 8:30 أنا متحرك، 9:30 10:30 11:30 3 ساعات الحين باجي لي أنا أوصل الفندق. هذا الفندق مرة وين سارة بعد شوي نحن نوصل الفندق، يعني تقريباً دقائق يعني أقل من 5 دقائق. 8:30 9:30 10:30 3 ساعات استمتعت بطريقة ما تتخيلونها. اللهم لك الحمد، شفت العرب بالعرب شافتني، وكلت وشربت وتقهويت وتمشيت وعينت من الله خير. وايد جميل الشعور انك انت تظهر الصبح، هب الضحى العالي الصبح. ظهرتي اليوم كانت شوي مخرة تقريبا نص ساعة ولا ساعة الا ربع، لكن كنت قاصد وكنت الصبح. انا قلت لكم انه لا والله الواحد يسير الدرب، اللي يعرفه اخير، اللي تعرفه اخير من اللي ما تعرفه. كسرت القاعدة حنا يوم وصلت مفرق الطرق هذا، عادة انا اسير الطرف هذا، المرحلة الوقت هذا استمتعت الطريق. مرحبا 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 ايطالي مرحبا قال لي، قلت له مرحبا. فاتضح انك كل يوم تقبض طريق وايد اجمل، يعني تكسر الروتين. يغدي شيء احلى انك تشوف شير ما تشفته ولا خنايخيش ما تخطفت فيه، او يغدي حلو. يعني ترى كل شارع من هالشوارع وكل ممر لمعنى ولمغزى ولاسم ولتاريخ وليش مسمين بهالاسم. يا غير انا مالي بارض اعد هالدنيا كلها، انا يا يتكشت وانا لا بارض ابوي اعد هالدنيا كلها المسميات، وما ادري شو ليش هموها النمونه، وما ادري منو شو خطف فيه، وما ادري مالي بارض. هاي الامور كلها انا عادنها العام عليكم، العام كلها عادنها عليكم، حتى عن امور بيت قوم ديانة وبيت الملكة وكل أبو يعدن عليكم. فما في عيد المواضيع مالات العام كلهن قايل للمواضيع عدنها وقايل لها ورامس عنها، فما لداعي التكرير أني أعد وأكرر وأعيد. يعني ترى نفس الرمس ونفس الموضوع ونفس طريقة الكلام، فليش الإعادة؟ واللي بالإعادة ترى موجودة في وين؟ على اليوتيوب. وتعالوا ترى بعد زمان حطيت لكم قناة اليوتيوب، يعني اللي فات شيء من العام والعام الأول. يا رب كم متجمعين حلي عرف كلها متجمع الوزة من زين. فاللي بمعلومة ولا شيات ولا علم خبر مالات العام كل اللي نقال السنة، ما قال السنة ترى ما قال إنه العام. أنا نفس الموقع هذا عند الملكة وداخل عند بابها ويوم تحوله ويوم كل الأمور. فقلت في خاطري ما في السنة بس روحي بوي في سبحانيتي، ولا في إني أجلس أسوي إعادة للمواضيع مالات العام وعام الأول. بس قلت بغيت أخبركم، وحين بحط لكم قناة اليوتيوب، واللي يبقى شيء مال العام عام الأول يفتح ويلقط كل شيء. أقولكم سليمان القصار مسوي، الفنان سليمان القصار الشيف والفنان العالمي على الله يحفظه أبو داود، سليمان القصار مسوي مقابلة أظني مدتها ساعة أو شيء، وطلبته وطرش لي الرابط، اندب لي الرابط واندب لي الصورة. يا غير ما أعرف كيف يحطون الرابط حق هذا، أسحب إلى الأعلى وبتشوفه وأنه اللي موجود داخل الرابط. الحين بشوف حد من الشباب وبخلي يسوي لي الموضوع. عبد سليمان ما قصر يوم خبرت إني أبى الرابط وأبى الصورة، طرش لك وطرش أخوه بعد طريقة بالفيديو. يا غير بعد ما عرفت له، حاولت 2-3 مرات، وفي خاطري إني أخلي المتابعيني اللي مهتم
بطريقة فنون الكويت وشو الفنون الدخيلة وشو الفنون اللي دخلها سليمان القصار على الكويت. شيء من الفنون ترى هالكويت ما يخصهم فيها، جايبينهم من البحرين، وكذلك بعد نفس الشيء هالبحرين ماخذين من فنون هالكويت. فلذلك قلت في خاطري عيبتني المقابلة، تابعتها كاملة يعني، فقلت حق أبو ذا طال شو لي الرابط بنزل للعرب يعني اللي يبقى بيطالع واللي ما يبقى عليها الرب حافظ، اللي يهم الفنون والقرقعة وطريقة الطرب الأصيل الأولي يعني فن هالكويت فنهم، ما بهذا اللي يحينه، لا الفن الأصلي الأولي اللي مخلف على هلب العديد يعني. الامرأة الفندق وصلت ولله الحمد، ببدأ أول شيء بعق شماطيط اللي علي هو وبارش عملي كطرت منه وبصلي وبتلبس وبظهر. وين بسير؟ بسير خريج البارك تاور جدا، فندق جميرة، ما فندق جميرة هناك المكان هذا. أنا مسيان خلاص والله هذا ما يندرى وين أسير، علم عند الله. خشمي شكرا غادي حمر، هل هو يدقه وين ما بي غادي حمر. يلا نرقص خلاص السلامة. أبعد من هالبحرين حليلهم بعد، وانا المخطف مرة قبل ما اوصل العرب هاي اللي يستعملون هاي الشاشه يوم يسوون هالشيء ما يبين لك فلان هذا وين مكانه ولا وين مكانه اللي فاتح الخدمه. اظني هاي الشيء سوت عرفت الموقع اللي انا بكون فيه، ولا هذا وين ظاهر من هالخنخوش، من الخنخوش هذا يعني كيف يعني كيف ما بالنحين بالصدفه، لا هاي ابوي شفت اللي يقول لك والله فلان محبس، هذا ابوي هاي حليله هي محبسه مشغل الجهاز هذا اللي يكتشف لحد تبا وينه. ها يلا برايكم زدت الله ابوي ما وصلت الفندق زين. سلام عليكم. عليكم السلام. لا انا سلام عليك على اربعتي. زين كيف حالك؟ الحمد لله. كيف انت علومك؟ طيب يا مرحبا. شو اسمك قلت لي؟ عمر محمد عبد الكريم. الله يسلمكم، تلاقيت ويانا نازل باللفت وابغى اسير الجميره، فقلت بسير بتاكسي، ما وعيت به الا قال ابوي حتى انا ابوي معزوم على غداء في فندق جميره. قلت ابوي بنت خاوه شو رايك؟ وصرنا ضربه، لا هو يعرف لي ولا انا اعرفه. الله انا ريال يا ونعم والله. جزاك الله خير. جزاك الجنه. اي الله يحفظك. زين منو لي هاي الدباديب كلهن؟ ربحانينهم من الحديقه. ايوه وين اللي خاري؟ ابن نتبرع به وين؟ ماشي ها كل الدباديب؟ ما شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. منور يا عسل. انا القبه نطر هني. ها؟ هني ها بعد ما شاء الله ما شاء الله ما ينحسبن. الحين منو رابحنهن هاي كلهن؟ علي رابحن. وحين وين 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 بت وين بت تسريبها وين بتوديها؟ مستشفى هي الاطفال فيهم سرطان والله يتبشر. ايوه بنجسم عليه. ما جور جزاك الله خير. نعم جزاك الله خير. ما توصل البلاد؟ لا 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 ما مال البلاد. اي نعم هذا كله كم لك انت من لجر الحين بتفرح هالاطفال؟ لكن لجر جر المنصور ان شاء الله. ما تقصر ما تقصر يا منصور، قصر عنك الشر. الى الله يحفظك ييسر امورك، بس عمها تصوير. رد السلام ابوي علي في المستشفى كلهم. سلام عليكم. الله ييسر امورك ويا زين. هادي يسلم عليكم. تعال اي نعم كل الاطفال اللي بتشوفون لقطوا حد من يباني اي خبروني ان شاء الله. كل هالعالم تبعتي لا خليت منك. اصور سيف. من ابوي سيف ما باه انا اصوره. ما شاء الله كلهم بيطرشن الحين. جزاكم الله خير. ماجورين ماجورين اجمعين. يلا الله يحفظكم ييسر اموركم. سبحانك يا رب. عيبتني بصرة الحبابي يحافظ عليه، كم لحمل اللجر اللي ربحهن طول هالفترة طول هالأيام من يوم يوم، كم يجمعه كل من حصل دبدوب ولا شياتي يوده في حجرته. يوم جيته لأن حجرته على ما شفته متبوز التباز لين عينها. خبرت ثرى بيودونهن مستشفى الأمراض السرطانية بيوزعونهن على الأطفال. كيف جت البصرة هذه؟ سبحانك يا رب. يعني الله يحفظ هالولد. والله شو اسمه الرجال هذا؟ منصور بالظافر الحبابي. منصور بالظافر الحبابي. اي علم من يابه الجنة. ظافر بن حسين الحبابي علم من يابه الجنة. الساعة والله ما ضاع الربه يحافظ عليه.
كيف جت البصر؟ والله انا والله لو اي 100 سنه ما فكرت بهالطريقه، ما تصدق ما بقول ودوهن روحي، ما علي بودوهن، لغير اني انا اتعنى لين المستشفى ودي ربينا علي. سلام عليك، كيف حالك؟ ليش لبجينك مسوي لك هاللبوق؟ ربيعنا علي وربيعنا علي، شو السبب؟ والله السبب كله سيف، سيفي ما تعب. هي هو ده وزر. امور امور ترى عندها تحت راسه يا الله. يا بلا كلام سيف، لا حول. بغينا الحين صمر ما بطاير، لا خلف الكاميرا هو خلف الكواليس. والراي ما يتصور، شو السبب؟ هذاك انت خبره سيف، شو السبب؟ زين نبي نسمع حسك عادل. ما شو السبب؟ الله يطول عمرك. احنا ممنوع الصوره مره، صوره عارضه ومشكله. زين نصورك ولا لا؟ والله مليون مرحبا. أول مرة سيف الكعبي يطلع على الشاطئ. يعلى الله يحفظه. يعلى الله يحفظه. زين السيافي نبى شيء أبوي الحين عقب مناسبة إنك ظهرت كأول وديت، نبى شيء غامسة تخص تخصنا فيها أنا ومتابعين. والله يا مرحبا بك. الله يرحمك على مرحبا. الحين خلي من يخلص هذا. ما يخرب متابعينك ما يخرب. يعلك تسلم. نبى عد المدة دقيقة رمسة. إيه نعم. لا خرباش ولا أنا غلطان؟ نعم. والله مليون مرحبا. مرحبا. وين شافتنا كلا من يومين؟ والله ظني في شو اسمه هو المطعم. هي هذا ليه هني. هذا وحويت تبون؟ مسوي انتر وندرلاند. إيه اللب. كشاحة. نعم. الله يسر أمورك. يا الله الله. سلم حبيبي. شو ترمسون عن هالتثرة توحينا؟ عن طيور والله. عن طيور؟ جاتنا لين لين بحريوزة؟ أنت ما تقول ما أخذت الصن من الطيور؟ خمسة أيام. خمسة أيام. وحين يا جنبه ولا آية عليك؟ لا تدري أنا سوينا هو فتح السوالف فيها. تراجينا يا مرعب لا بدنا رمس على الطيور. ذكرتني ترى الجماعة عازميني على مطعم على غداء. شو اسم المطعم اللي نحن فيه؟ فندق اللاونج. أه؟ فندق اللاونج. فندق هو هذا؟ والله هذا تابع لكن هذا فندق حينه. ايوه هذا المطعم ماله. ايوه ويايبين ابويها. ايوه يايبين هذا غداي. هذا عام؟ ها؟ عام؟ ايوه شكرا جزيلا. هذا ابويها سيباس مشواي وعيش ابيض وربيان كل مشواي بمشواي. متهلع اليوم على السمكه في خاطري من يت ما طاحت بطني السمكه. لا بشرك ليمونتهم غير بعد تقول سحابه ما تحوس. شوف انت تيم. نعم. الله يحفظك. واو الطباخ بكبره جاي يقول من داخل. ثانك يو شيف. ثانك يو. فتبارك الرحمن ابوي لك ما يبالك كلام. رقم واحد انا قايل لكم يوم انه هذا بعد عيش ابيض. العيش روحها تمدح امرها. اللهم لك الحمد. احفظها من نعمه. احفظها من الزوال. الشباب ما ادري شو طالب. يمكن حد طالب شيء. غير انا روحي هذا طالب. انا متهلع على شيء. الله يحفظك يطول بعمرك. جزاك الله خير. جزاك الله من طيبك واحسانك لا خليت منك. يس بليز. Chocolate dipped strawberry steaks. Uh-huh. And they are really nice and we're placing in the room, sir. And this is fully complimented, sir. Thank you very much. Thank you. If you like, we can have it to our business tab. If you decide to stay with Jumeirah Hotel. Thank you. Thank you. Thank you for Jumeirah Hotel. And thank you for everything. Thank you for saying. Thank you. Your food, it was fabulous. Thank you for the food. Wonderful. Sir. Very good test. Really appreciate it. Thank you for that. Believe me, I eat all my, I order three orders in one plate. Two, شو اسمه اللي كلته انا؟ Two sipas and one shrimp. All of them it was very good. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. هذا مدير الفندق روحه بكبر. يوم خبروه اني انا هني ما قصر جزاه الله خير. هذا هو المدير؟ اي والله جريته. يا وقال لي مشكور طعم الحلاوة. شفته بدر عن المدير. هي والله فنان غرب الله. اي والله يابوا لي حلاوة ويابوا لي مال مال فندق جميرة. خلي ابوك ما دريت بالفندق انه فنان لهالدرجة. تدري متى عندي بجميرة الفندق هذا متى جايين هنا؟ في الثمانينات اواخر في قبل التسعين. ما دريت بانه قد هالنمونة زادها ابوي العالم كله ما تسكن له فيه. المرأة مشكور بوي راعي الفندق، مشكور بوي على الحلاوة، مشكور بوي فندق جميرة، وكل مشكور انت بعد على مشكور على هالدعوة الفنانة واني كبنا هالمكان الغاوي. يعني الله يحفظك. وعاد خيروني شو تبي حلاوة، شو عندكم؟ قالوا عندهم كيكة السح اللي هو كيكة التمر،
وطلبت عاده قهوه. قهوه تروح يا ابو غير مونه. يا سلام هاي كيكه استحباك رشويونه من هذه وريحه ايس كريم وبلطم ابوي فنجان القهوه بسير عاده سلفرج. عندي موعد وعندي شغيل في سلفرج وان شاء الله برامج خلاص. عليكم السح هذا فرض بالله عليك. ايوه هذا ولنا السح مخدوم في الكيك من الفرض. قال ها من خصائص الفرض اولنا يقولون عاد الاوليين انكلت هناك وبعت غناك. ردينا قلنا ما يستوي يا جماعه الخير نحن في لندن مرخوص بالفرض لي هالكثر. قالوا لا ترى رخص الفرض ودينوه وصل ابوي لين لندن الفرض وسووه ابوي لايس كريم وما حاش حوش الايس كريم والكيك كل ابوي من فرض. ها حكم ربيعنا علي اي يحافظ على علي علي فنان. طيب ما تشوف هنا طيب تبونها يعني يسبوها كيك وايس كريم وحلاوه ابو القهوه طيب قستوا في الفرع. اي والله ابوي وين قالوا في الفرع عمود الارض والحين يسبوها كيك. سبحانك شو اسمك انت عادة؟ احمد سالم بالعبيده. من هالوين ابوي؟ من دبي. والله وين تسكن في دبي؟ البرشا. هذا زين هذا انا منو؟ خالد الخالدي. وين تعرفني؟ على سناب شات. يعلي ما تبغى حزاري. يلا صبر. كيف عرفت اني موجود في المطعم؟ شفتك من الدريشه. ما شاء الله عليك. يعني ابداع. Coming to to know about your food? Yes, how was the food? It was yes, very was. Good. Okay. Very good. That's why I finished all of it. Okay, thank you very much. Okay. It was It was very good. Thank you, chef. Thank you very much. Thank it you. Was healthy, no oil, nothing else. Nice. Yani, nice and very good. Thank you very much. Thank you. Every time, you know, when you come, ask me, this my name is Dambar, Chef Dambar. Gambar? Dambar, Chef Dambar. Chef Dambar. Yeah. Thank you, Chef Dambar. Okay. What's the name of this place? This is Jumeirah Lounge Hotel. Ah. Lounge, kitchen and bar. Thank you very much. Thank you, Chef. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحن في مستشفى الأطفال المصابين بالسرطان. وعندنا شوية هدايا قلنا بنتبرع بهم. عسى الله يكتب الأجر ويفرحهم ويشفي المرضى إن شاء الله. هذه لهن. الستور مبند عندهم لأن احنا جايين متأخرين. وهذه لهن الهدايا حطوهم في المكتب. وباكر الصبح إن شاء الله بيتم التوزيع. هذا منصور الحبابي الله يحفظه. زاد عندي الفضول. قلت له دخيل والديك. صور لي الفيديو بتصير. صوره وطلع ما يدري بي. تخبرت لي الشباب ربعه اقولهم شو السر في الموضوع شو تتوقعون طلع حياه تمه متوفيه من قبل سنه والسبب الكانسر اللي هو السرطان. على الله يغفر لها ان شاء الله ويغفر لكل مسلم ويغفر لامواتنا واموات المسلمين. فلذلك يصير هو يلعب هالالعاب هاله في الحديقه فكل الدباديب هل يباحن وداهن حق مرضى السرطان الأطفال. كان شيء منهم ما يروون يحصلون هدايا ونحن بدأ ما أتبرع بهن الحد عادي أتبرع بهن لمرضى السرطان. وتميت يعني أصريت على الشباب يعني شو السر يعني ليش مش أمراض أي مرض عادي أو أي مرض ثاني. فقالوا لي السبب أنه بتولع في الأطفال اللي فيهم السرطان ان حياتهم توفت بسبب السرطان. سبحانك يا رب الله يعلم ان شاء الله في ثواب امواته واموات المسلمين اجمعين. يرحم والدي ويرحم امه ان شاء الله ويغفر لها وياجرح على كل اللي يسوي. حينه اي قسم هذا؟ ها انت اي قسم حينه؟ تمييز. شو رايك انت يا رب؟ نعم. شو رايك فيه؟ شيء فنان ولا لا؟ فنان رقم واحد. اقول ولدي هذا الله يسلمك انا اعطيني المفضل. نعطيك مخبريني عن مقبل. حتى ملعوت عليه. والله. نعم والله. خذت له بعد؟ خذته. شكر فنك. هذا الله يسلمك من احسن العطورة. لا تصوريني يا اشوفك. فهذا من امين. امين اشوف. Would you like something named the hope? زيد بن هويدن انا شايف انك قبل ثلاث اربع اسابيع في سيتو. نعم
ايوه صورنا. نعم ولا نعم. اي بارك الله فيك. إيه الله يحفظها. نعم. زين اقول لك شو اخذت اي واحد منها؟ العود وايد فنان فنان ولدي. انت بخبرك كويتي. الله يحفظك. شوفوا في سلفرج الاول الشرطه ممنوع يدخلون حاليا كشو نوع من انواع وجود الامن بطريقه علني في اماكن المشهوره مثل معرض سلفرج هاي اللي تشوفونه يعني وايد ضروري ان يكون هذا وجودهم شكل جميل وهم لبسهم انيق وطريقه مشيتهم لازم نفس الطول شوف ما شاء الله عليهم صور يا ويلك من الله ترني يا مخلاي وين بصور ما طالي وراي صورتك ادريبك انك ياس تصور كل هبوي الان ما اللي تشوفوها لما تشوفون كل هبوي الاغلبيه كلهم جايين حق العطر هذه خباتكم عنه يعني شيء جميل وجميع الروائح عندهم واللي اكثر شيء يوزلي انا هذا مال العود وشيء منه ورد يعني عدة روايح له وكل واحد أحسن والزين فيه أنه مش طياري شيء من العطر تحطه 5 دقائق أو أول 3 دقائق ويخوز شيء من العطر لا لازم يفوتك كأنك توك حاطه منه حق أبوك يصور ويانا شو رايك وشيبة تعال عاد ضروري والله مرحبا بسعيد تعال عاد عدانا حتى ما تظهر شايف ايه انا سعيد وابوك سالم والله والنعم كيف حالكم مبسوطين الله يطرح لك البركه فيه اليوم يتابع اليوم ما شاء الله الله يحفظك يبارك فيك ميونخ في المانيا ميونخ وهامبورغ ودبلن وموجود بس في سلفرج فقط لا غير هذا العطر ييته هنا قبل مخبر عنه ييتهم أول البارحة وليه قبله والبارحة يازلي فلذلك يعني أشوفه شيء وايد جميل ويعني فنان يعني تقريبا ما يقارب 15 نوعهم كل نوع ما يخصه في الثاني كل نوع أحسن عن الثاني وأنا اللي أكثر يازلي الحين بخبركم عنها تقريبا خمس روايح مميزة بس كم من هالتصوير عيستني هذا أول واحد منهم هذا الله يحفظكم اسمه ريجنت ليذر شراكة بين عطر ثمين وشركة روز رايز كلوب متشاركين في عطر واحد مسوين من ورد اسمها الرجولي والريح الثاني مثل فانيليا وريحة اللذر فغادي ريحته شرات ريحة السيارة الجديدة أول ما تركب الروز رايز له ترى ريحة تختلف عن أي سيارة في الدنيا العودة فمشبهينه مسوين العطر هذا هو عطر الروز رايز وريحته خنين وخفيفة وايد فنانة اسم ريجن ماخوذ من حجم الماسة وايد كبير موجود في متحف اللوفر اللي في فرنسا فلذلك لا يقدر بثمن على فكرة كل عطوراتهم مسمينها بأسامي أحجار ثمينة وفريدة من النوع النوع حيكون فريد فلذلك يعني اللي نسوي هالبراند بنتنقي أسامي ملكية يعني كلها أشياء نوادر بحاول كثر ما أقدر أني أشرح ذو بطريقة مختصرة الاسم 3 عطورات ولو 4 من كثر ما أنا جايز لي واللي يوز لي أنا أحب ربعي واللي يتابعوني وأي إنسان بأي لندن ولا بيصير ألمانيا ما ينكر حال اللي يأخذ منه مثل ما أنا بأخذ ما شاء الله وديني أخذه من يوم ما جيتنا ومن قبل أصلا معروف يا غير حبيت أنا الموضوع هذا حبيت أشارك أنا ما أشارك إلا بالشيء الزين زين ليلي وستيريا ومسك أبيض ليلي والوستيريا هذا نوع ورثتين منفصلات ليه زيدهن غوة معدلهن زيادة حاطين وياه مسك أبيض
والاسم واسمه ذكورة. ذكورة هي أكبر نوع حجر ألماس أصفر اللي يسمونه اليلو دايموند. فلذلك كل عطورات اللي تشوفونها تستخدم للذكور وللإناث، يونيسكس، للرجال وللنساء. يعني فالواحد ما يمتحن يقول هذا مال ريايل ولا مال حريم، رجالي ولا نسائي، لا، من ريايل ولا الحريم، يونيسكس اسمه، وريحته خفيف، مش من العطر اللي من تحطه طار يعني طياري، لا، مش من الطياري ابدا، ريحته خنينه. الصوره اللي توني حطيت لكم اياها هذه صوره ماخوذه من غرفه من غرف قصر في روسيا. القصر هذا مبناي في غرفة من عنبر وعود، وماخوذ ريحة العطر هذا، ما تشوفوا اسمه عنبر روم، مستنسخة الريحة هذه من هذاك القصر. وريحة العطر هذا عنبر على عود، وريحته قوية شوية، من النوع اللي ما تخوز وايد قوي، يعني ما بنها تخف بعد شوية، لا، كأنك توك راشلنا العطر، وخنين ريحته، يعني من الشيء الزين. فكل مسميات عطورات اللي عندها ماخوذة من أماكن غريبة وأماكن أشياء ثمينة، فلذلك سموا العطر ثمين. أنا أبوي يازمي كل اللي عندها، لكل انسان غالي عندك بتاخذ له شيء يوزلك انت، وتحس انه جري ريحته توالم الشخص اللي انت بتاخذ له، مش تاخذ شيء على ذوقك انت وبس، لا، حيد فلان يعيب الريح الخفيف، فلان يعيب الريح اللي شرات الورد، فلان يعيب الريح شرات العطر نوع من انواع الزهور، نوع يعني ما تاخذ شيء بس اللي يوزلك انت تذهبه العرب، تاخذ الشيء. لذلك ثمين عندهم كل انواع الروايه. وسلفرد والله اخير ما سووا في متجر، فسلفرد روحهم ابوي فادهم حي، اللي خلوا هالستاند مره مقابل البوابه الرئيسيه. ليش؟ لان عطر ثمين عندهم شيء وايد، يعني شفت يوم يقول لك اسم على مسمى، اسم على مسمى، وايد شيء فنان. Thank you very much my friend. لا بعد تنقوا هذا العطر وعطوني اياه هدية. شو على المميز؟ يكتبون اسمك وراه. Thank you very much. But nobody said to me about that you are doing something for me. I did it. Thank you brother. Thank you very much. خالد الكعبي. والله مرحبا. خالد الكعبي. كيف حالك؟ وانت عفاري؟ علي العفاري. والله والنعم. ها؟ رقيص لندن ولا؟ نعم انها رقيص. بوجودك رقيص. الحين انت عمك بدياب الشاعر؟ والله والنعم. دخيلك تسلم عليك كثير السلام. اصيح عليك يا بدياب. سيف بن محمد يعني الله يحفظه. مرحبا. الله عليكم. هاي وينترلاند. شوف العالم، شوف السيد الحين اللي قدامها. هذا امك، هاي يوم يقول امك لا اله الا الله، هاي امك لا اله الا الله. شوف هاللاين كلهم ابوي حق التكيتات. هذا يوم من ايام العالم كلهم عند البوابه، ترى ما شيتك انت بلاش الدخول يا غير ها تفتيش امن عند الباب. حلي قدام هاي اللي ورا ما اصور من كثر هم العالم. ورا قدام الاف مؤلفه. زيغتني عرفت يا سعد، بصور انا خادم الحبيسي القبيسي، خادم الحبيسي القبيسي، احد وراي وحين ها واحد غير استوى، احد هاك صيروني رقبته صيروني، هذا رقبته ما شاء الله تحرها كوز، انا وحالك اختلف. شو هل الدنيا ها كلهم بياسي حين يصورون العرب. حاضرين
أخي. هذا هني اللي ضيع ربيع وين بيه القطة؟ هذا الله يسلمكم مساعة ياسر بن خدية، ياسر بن محمد والخالي ياسين تغدون، يقولوا مشغلين حسك في السناف اللي نحب المطعم. بني يقول عدالنا صغيرون يسمونها اليازية، يقول قالت انتو تكلمون خالد، هذا خالد، قالوا له ايه تعرفون رقم تليفونه، قالوا هاي نعم نعرفه، كلمتني. هذا الحين اذا قلت لي تليفون، قبل وانا قبل شوي يوم كنت في سلفريد، قالت عمي اريد اشوفك، انا سائر الحين الحديقه الملاهي. قلت لها ولا خير؟ قالت يوم بتوصل دق لي تليفون. الحين دقيت لها تليفون ما ادري بها عاد وين، قالت لي عند الطويله هذه. ها وانا اتحرى وحده، ترى هنا اربع لو خمس من هنا الاطوار. يا تحليل هي الزوج سولت وياها رمس، امها ما بغت اني اصورها، قالت لا تصورها ان شاء الله. متلاجي وياهم قالوا لي قبل في سمونه في دبي مول، واليوم عاد لي يكلموني وقتوعت وياهم تلاقينا حليلها. حالك كيف انت؟ انا زين زين يا وقع عندك. لا والله زين عندك، بديت خرب الحين. الله يسلمك. يا مرحبا. شوف اقول والله انها قرقعت وحده، ما تعرف وين تصد وين تسير وين تي، ما حد في الدنيا وهو ما موجود. يا ربي يا العالم، راسك يدور يا البنادم، راسك يدور ما تعرف انت وين، ما تعرف شرقك من غربك. عني انا والله يا ابوه ما اعرف وين الباب اللي الحين بظهر منك، اني بدل وين اظهر والله العظيم ما دل. بقول حق ود الحبيشي ابو يظهرني، اختر عندي الراس مرة ما اعرف شرقي من غربي. بضوي فندقية اي من الله خير، اما بمال هالنمونه هالكثره وعنا ابوه. احب الزحمه واحب العرب هالكثره الشيء ابوه. طلع عليكم في دمك منو يروم؟ ايش قال يعني الحين المشي؟ ايش قايل الحين؟ ها منو يروم يمشي في نص هالامه؟ يعني زحم ليه في الدنيا كلها موجودة. ها شوف الله عليكم هب الليور. يا ربي الأمم توبة، إن عدت لأكونن من الضالين، توبة ما أطيح البقع. يلا ماشي اصبر الحين بيصور وياي، بعد انا بصور وياي. عابرين بصور 60,000 صورة. يلا محمد انت حق الجماعة. والله مليون مرحبا بكم، رد السلام ويا اربعتكم كلهم. الوالدة تستانس يوم تفتح ام احمد الغالي. ام احمد يوزي ولد هذا دور لي حرمة. لا يوزي هنتين ضربة، بنات عم هنتين بنات عم.